والله لكم فان جوزيه مورينيو. بصراحه انا بقولش كده عشان الناس اللي بتقول ان مورينيو اكبر من توتنهام والكلام الكتير قوي اللي بيتم تبريره لجوزيه بعد كل خساره. انا بقول كده بصراحه عشان لو حطيت نفسي مكان جوزيه مورينيو الفرقه بتاعت توتنهام دي ممكن تجيب لي شلل في اسبوع. اللي هو يا جماعه ماتش وست هام ماتش مهم، لو كسبناه هننط في الجدول 39 نقطه، هنبقى تحت ليفربول اللي عنده 40، وهنبقى تحت ايفرتون اللي عنده 40، وهنبقى بننافس شويه على المراكز الاولى. وفجاه مره واحده بعد كل الكلام اللي انت قايله ده تنزل مع بفرقه تلبس جون في اول 3 دقايق. اللي هو يا جماعه طب ما نلحق نقف طيب في الملعب صح، طب نلحق نعمل باص او باصين في الملعب صح. لا، اول 3 دقايق قرص بتلاقي ان انطونيو بياخدها من قدام ايريك داير. ايريك داير اللي فجاه قال لك انا مش همسك انطونيو، وراح سايبه لسانشيز، وانطونيو جاب الهدف الاول. ولقيت نفسك نازل اول 3 دقايق 1-0 في وست هام في ملعبهم. وست هام محتاج الماتش علشان لو كسبوا هيبقى توب فور. وخلاص بقى يا معلم الماتش صعب والدنيا بالنسبه لك بقت صعبه، وعمال تعصر دماغك خلاص موضوع انك تلعب على الهجمه المرتده اتضرب علشان خاطر ويست هام هيرجع يدافع، وانت موضوع ان فرقه ترجع تدافع لك ده مفيش يابا صنع العاب ولا في فرص بتتاح ولا في اي حاجه خالص. اول ما فرقه تدافع قدام جوزيه مورينيو وتوتنهام خلاص النظام وقف، مش وقف ده النظام عطل خالص وجاب جاز، محدش بيعرف هنعمل ايه. الفرقه واقفه في الحاله الدفاعيه 4-5-1، ويست هام واقفين صح جوه الملعب. طب هنعمل ايه يا جماعه جوه الملعب؟ عندنا ايريك لاميلا مفترض ان هو بيحرك اللعب ناحيه اليمين، يلا يا عم ايريك جرب. عندنا لوكاس مورا مفترض ان هو صانع العاب وبيمين ناحيه اليمين، يلا يا عم لوكاس جرب. طب عندنا سون، يلا يا عم سون جرب. طب عندنا هاري كين، فينك يا هاري انت ليه يا حبيبي مش عارف تباصي وسط الخمسه المساكين بتوع ويست هام؟ فجاه تلاقي ان الشوط الاول خلص وتلاقي ان انت محتاج تغييرات بقى. ما صدقت ان جالور رجع لك واوريه غاب الناحيه الثانيه اللي هو بترجع باك وباك ثاني بيغيب للاصابه. قلت عادي انزل مات دوهيرتي، واول ما دوهيرتي ما بينزل بسم الله الرحمن الرحيم جون برضه. اللي هو يا جماعه مش ام الخمس دقايق دول بتوع التركيز بتوع اللعيبه، هم اللي احنا عايزين نتكلم فيهم. يعني بعد تدي تعليمات للعيبه جوه في الاوضه اللي هو عايزين نرجع في النتيجه، عايزين نركز، عايزين يبقى عندنا حماس والكلام ده، وفجاه اول ما تنزل تلاقي نفسك لبست جون. اللي هو عامل لهم ايه؟ اعطيت تعليماتي، فكرت ان انا ادي واجبات هجوميه للاعيب زي دوهيرتي المفترض ان هو بيحب الهجوم، ده لسه ما لمسش كوره ولبسنا الجون الثاني. وتلاقينا برضه وسط هام رجع يدافع، انا العب لك على المرتدات ورينا بقى هتعمل ايه. بص عندي جاريس بيل، يلا عم جاريس انزل هات الف لاميلا، انزل هات لاميلا. وتلاقي ان جاريس بيل عامل مباراه، والله عامل مباراه كويسه جاريس بيل. وبعد كده بتلاقي ان جاريس بيل بيرفع كروس بيقدر لوكاس مورا يحوله علشان خاطر يبقى 2-1. يلا بقى نرجع في النتيجه، عايزين شويه حظ بقى علشان خاطر نرجع ونكسب النهارده. وتلاقي ان جاريس بيل بيعمل واحده عالميه جدا تيجي جايه في العرض، اللي هو لا 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 ان شاء الله خير ان شاء الله خير. وبعدها بخمس دقايق تلاقي ان الكره بتخبط في رجل سون وبتروح على العارضه، مش بتروح على جوه الجول، لا دي بتروح على العارضه. وهو التحكيم بقى جمهور توتنهام يقول لك ما احنا معذرين من كله التحكيم. يا سبحان الله، يعني كريسويل ثواني بس على المساك بتاع توتنهام، ولا هو اون سايد مش اوف سايد، اللي هو جيسي لينجر وبيعمل تصويبه زي دي في توتنهام. اللي هو الكره بتوري المورينيو السنه دي العجب، يعني انت ما خسرتش من مين؟ عندك ديفيد مويس تعال اخسر منه السنه دي. لو ارسن فينجر راح لم له شويه عيال من الشارع السنه دي ولعب جوزيه مورينيو هيكسبه، هيتحسب له ضربه جزاء فيستك، هتلاقي غلطه من مساكين توتنهام، حاجات كتير. والله عليكم في جوزيه مورينيو، انا بقولش كده عشان اطبل لمورينيو، بس الفكره كلها فكره ان توتنهام يا حبيبي موضوع ازمه لعيبه بحته مش ازمه مدير فني. لو دفعت بيهم هتلاقي ان انت عندك مشكله في الاثنين مساكين، ولو هاجمت هتلاقي ان انت المرتدات بتتضرب. طب اللي هو هتعمل ايه؟ هتشتري؟ لا لا احنا عندنا داني ليفا ما اشتريش حتى حبيبي، احنا بنجيب لعيبه فري يا بابا، غير كده بنروح نجيب في الدرجه الثانيه علشان خاطر معروفه. انتوا بوتشينو كان بيشتكي علشان خاطر عايز لعيبه، رحت مشيته وجبت مكانه جوزيه مورينيو. اهو مورينيو اكبر من النادي وبطولاته والكلام ده، احمد ربنا انه بيدربكم مورينيو. لا مورينيو عايز لعيبه، خلاص انسى بقى، انا كنت عايز في البيج انت وانا جيت شغلتك ومسكت توتنهام. ودي مشكله جمهور توتنهام، اللي هو حبيبي مورينيو السنه دي مش طلب تارجت، هو مورينيو طلب الساتر السنه دي وبعد كده السنه الجايه يعمل فريق. انت كنت كنا بنقول كده الكلام، خلاص يابا السنه الجايه واللي بعديها، انت دخل في ايام معانا بالله ربنا مكمله بوتشيتينو، كنت بتلعب كوره حلوه، دلوقتي بقى زي الاسماعيلي لا طعم ولا ريحه ولا لون، حتى كورتك الجميله راحت منك، ولبست مدرب دفاعي والمشكله مش عارف يدافع كمان. يلا الله يكون في عونك يا صديقي، لو الفيديو عجبك اعمل لايك، لو ما عجبكش اشتم براحتك، ما كده كده خربانه.